وأسعد الله مساكم من بين هالوحوش، ولكن وحش اليوم غير. وهذا الام فور ما شاء الله الجديدة، أنا قاعد أقول المسافة من هنا إلى هناك تقريبا نص كيلو. الام فور الكمبيتيشن 6 سلندرات ورا بعض 3.0 510 حصان 650 نيوتن متر العزم، تصارع من 0 ل 100 3.9، محددة السرعة 250 تفصل إلكترونيا. وهذا السعر للي مستعجل يبغى يحرر فلسطين، 40,000 دينار تقريبا 500,000 ريال سعودي. خلاص استانست، انبسطت المستعجل، الله يسهل لك. خلني بس الحين بسولف مع الناس اللي تعشق وتهوى الام باور، او على قولة البي ام اقوى حرف في الالفابت. هذه عليها الليزر لايتس، نشوف اللون الازرق، شوف كمية الايروداينامكس الموجودة في السيارة، تبريد الراديترات، تبريد البريكس، الرادار الامامي طبعا موجود في الوسط، عندك الجريل الامامي اللي 99% ما عجبهم من الناس، انا من 1% اللي عجبهم هذا بدون اي تحيز. هذا الشعار القديم وليس الجديد. شوف التفاصيل، الكبوت ولا اروع، تفاصيل البريك، هذا البريك العادية 6 بيستنز قدام خرمة، الكفرات التواير البايلوت سبورتس 4S 275 35 19. ام كومبيتيشن صراحة اللون هذا قاتل، هذا اسود لماع، شوف هذا بعد زعانف. الخلفية 285 30 20، راح نلاحظ ان امامية 19 واللي وراء 20، سنجل بستن في الخلف، وزن السيارة طبعا 50-50. الاضاءة الخلفية نشوف جزء منها شفاف وجزء لا، شوف الدفيوزر الخلفي، فتحات الاكزوز ما شاء الله هيوج. عندك الكومبيتيشن ام فور والجناح بلاكت اوت، هذا كله اسود، شوف سقف كاربون فايبر داخلي اورنج، اعتقد انها مسكره من داخل، فيها كاربون فايبر باكج، كراسي الرياضيه كاربون فايبر، ممكن نشوف الاوبشنز تكون موجوده هنا. هذا المارينا ليذر اورنج، اكيد راح نشوف عليها هارمان كاردون درايفنج اسيستنس، 3 سنوات او 200,000 كيلومتر، معها 3 سنوات صيانه مجانيه او 36,000 كيلومتر. ابداع، ايش رايكم نشوف اللي اقوى من هذه؟ هذه اللي فيري سبيشال صراحه، واللي صراحه ما شاء الله عليه اللي في المبيعات ارسل لي صورها وصارت الان مباعه. لون مطفي، تقريبا كل شيء كاربون فايبر، السعر هاعطيكم اياه ان شاء الله، ولكن متاكد ان انتم الان تفكرون في الجمال اكثر من السعر، لان اللي مستعجل على السعر اوريدي مشى. كاربون فايبر، سقف كاربون فايبر، الداخليه هذه السيتس الجديده للاسف انا اشوفها على الطبيعه، بس انتم تشوفون عباره عن قزاز، لكن لو شفنا داخل شوف التكايل في الوسط شلون، هذه كث اديشن. هذا شكل السيارة، يعطي حسب الإضاءة، شوف من هنا يبين كأنه جولد علشان الإضاءة. شوف الخلفية ك
كاربون فايبر، هذا كاربون فايبر، شوف هذا كيث اديشن، المسافة هذه ما شاء الله كبيرة، يدلك ان المساحة اللي داخل روعة. هذه الداخلية كاربون فايبر، طبعا سيارة مباعة، عسى الله يبارك له ويعطي خيرها ويكفي شرها يا رب. ممكن نشوفها في حلبة الكويت إذا تيسرت الأمور. هذا البريكس، هذه المواصفات، وهذه السيارة شوف 48,000 دينار تقريبا، أغلى من هذه 100,000 ريال سعودي أو تقريبا 9,000-10,000 دينار. كل شيء ام كاربون باكيت، ام كاربون اكستيريور، ام درايف، ام سيت بيلت، ام سبورت ديفرنشال، ام رننج جير، هارمان كادون، ما شاء الله تبارك الله مليانة اوبشنز. ولكن سيارة، انسوا موضوع الاوبشنز، مجرد ما تشوفها كذا شكل السيارة وحش، بس اكيد اللون هذا يبغى له شوية عناية واهتمام أكثر من الألوان اللي تكون محمية. هذه من السيارات اللي تنبسط صراحة أنك تشوفها، فما بالك أنك تسوقها في تراك أو في حلبة سباق ومرتبة وتنظيم ممتاز وناس معك في الحلبة محترفين وممتازين ومرتبين، راح تنبسط. ولكن تخيلوا كم واحد من سلاحف النينجا سوى تغطية للام 4 والام 3 الاشكال الجديدة، وتحس انه يسد نفسك بالكلام اللي قاعد يتكلم فيه، وفيها فخامة وفيها مدري ايش وكلام فاضي، وانت تدري انه يبني سواليفه هذه بناء على ورق، وآخر الفيديو يجيك كلام يعني للأسف، يعني تخيل يقول لك سعرها جلطة على خفيف، جلطة، الله يكافينا الشر. لذلك أتمنى من كل قلبي نوقف من انتشار واتساع انتشار سلاحف النينجا وأمثال سلاحف النينجا وطقتهم وذنكة حق السيارات. وتمنياتي أكثر مو بس للمشاهدين، تمنياتي أكثر للشركات الدعاية والإعلان، شركات السيارات، رجاء يا أخي أعرف الشخص هذا اللي بيجي بيسوي تغطية للسيارة اللي عندك، يا أخي شوف ثقافته، شوف الماضي حقه، شوف المشاهدين حقينه، شوف وضعه بالكامل. يعني أنت قاعد تسوق المنتجات بمبالغ خيالية، واللي قاعد يسوون لها تغطيات ناس حقين طقطقة. فتمنياتي أن جميعا نتعاون أن نوقف الفوضى هذه.